الافضل للاعب الكره في مصر، وعارفين ان اغلب اللعيبه في مصر يعني بيقولوا كده بلغه الكره لعيب مودي او لعيب بيلعب بمزاجه. شايف ان المدرب الاجنبي ولا المصري افضل لطبيعه اللعب المصري في المنتخبات يعني؟ منتخبات او انديه؟ لا انديه، بص حسب الانديه، ولكن هي الفكره كلها في نقطه اللي احنا عندنا عناصر مدربين منتخب في مصريين كويسين جدا، بس انت لازم تديهم الفرصه وتصبر عليهم زي ما بتصبر على الاجنبي. هي دي الفكره، ما هو انت النهارده بتجيب الاجنبي بتعمل له كل حاجه، طب ما تجيب المصري واعمل له نفس واديله الفرصه واعمل له نفس الامكانيات وفي الاخر حاسبه. زي ما بتسيب الاجنبي وقت، سيب المصري وحاسبه، لان انت عندك برضو عندك مدربين كويسين جدا، يعني انت عندك مدربين كويسين جدا وفي الاخر هم يعني حتى الفرصه لما بياخدوها ما بياخدوش الفرصه كامله. فانا بصراحه ضد، يعني ضد اللي انا ادي نص فرصه او انا تبقى رقم واحد بالنسبه لي هو المدير الفني هو اللي غلطان. لا اكيد في غلط عند معظم الناس يعني. يعني انت مع كابتن حسام حسن من يوم ما تولى المسؤوليه يمكن في بعض الضغوط بعض الانتقادات في كل المؤتمرات، دايما بقول لهم يا جماعه عاملوني ان انا ده مدرب اجنبي. شايف ان الضغوط اللي بتتحط على المدرب المصري او الوطن وخاصه مع المنتخبات ممكن يكون لها تاثير سلبي حتى على المنتخب نفسه مش بس المدير الفني ده؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا هيبقى في تاثير سلبي، ولكن في الاخر انا كمدير فني ماسك منتخب، يعني منتخب بحجم منتخب مصر، الطبيعي هتعرض لضغوطات والطبيعي هتعرض للكلام. انا في الاخر انا المفروض ان انا اركز في شغلي واعمل اللي انا شايفه صح، وفي الاخر الباقي ده بتاع ربنا. انا اصلا انت النهارده انا مثلا واحد زي محمد ابراهيم مثلا بلعب بفضل اشتغل اسبوع مثلا كامل عشان العب ماتش، في الاخر الماتش ده انا بعمل عليا والنتيجه بتاعت ربنا، انا ما ببقاش عارف النتيجه، لكن انا لازم اعمل اللي انا شايفه صح بس. لكن هو الضغوطات كده كده موجوده، الضغوطات كده كده موجوده في اي حته، الضغوطات موجوده في الحياه العاديه عاديه يعني. في البيت في الشارع في البيت في الشارع في كل حته الضغوطات موجوده، فالطبيعي ان انا هركز في شغلي واعمل الصح وخلاص. ما بصش بقى للاعلام بيقول عليا ايه هو ده شغل. والناس بتقول عليا ايه، هو ده شغل الاعلام، هو ده شغله، هو ده يعني ده طبيعي، كل واحد له شغله وكل واحد بيشتغل شغله حسب فكره وحسب دماغه. يعني انت مع الاعلام ان هو ينتقد طالما انتقاد ايجابي؟ بص انا الفكره في نقطه، ما هو في فرق ما بين انا بنتقد حاجه وفي فرق بين اللي انا بحارب او اللي انا بحارب او عايز اعمل حاجه. لا انا بنتقد حاجه عشان عاوز الحاجه تبقى كويسه، لكن اللي انا بحارب عشان عاوز اهدي حاجه ده ما اسموش نقد، ده اسمه هدم، اللي انا عاوز اهدم الحاجه دي. ففي فرق بين دي وبين دي، وفي الاخر انا يعني انا كمحمد كشخصيتي يعني او اتعلمت دي مؤخرا يعني خلاص انا بسد ودني وبعمل الصح. انا كمحمد يعني بقيت كده بسد ودني وبعمل الصح، حتى لو حصل حاجه في ماتش حصل حاجه وحد اتكلم وحد عمل حاجه